وفي المغرب يتواصل الغلاان في الشارع المغربي الذي يشهد احتجاجات عارمة منددة بزيارة المرتقبة لرئيس مجلس المستشارين في المغرب إلى الكيان الصهيوني المحتل وبإمعان نظام المخزن في سياسة التطبيع رغم تصاعد جرائم جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. ودعا المحتجون إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقررة الخميس القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ويرفض الشارع بكل أطيافه وفئاته الخطوة المشؤومة ضمن مسلسل الهرولة والارتماء في أحضان العدو الصهيوني، ويعتبر الأمر سابقة خطيرة من مؤسسة يفترض أنها تمثل الشعب وتتبنى موقفه الداعم لفلسطين والرافضة للتطبيع بكل أشكاله.